بنخافش من حد. وانا اذا كنت جيت النهارده علشان ارد على اتهام غاوري، فانا جيت كمان عشان شاهدكم كلكم على عقد البيع زي ما طلب مني الخواجه السنيور. العقد قدامكم اهو. انت هتلاوح في الكلام ليه يا همام؟ عيب عيب يعني؟ قول الحق طوالي، ده انا شفت الفلوس معاكم قدامي بالعين. ده الفلوس المسروقه مختومه بخيطكم اياها، الفلوس الحكومه وموجود عند كل الناس، واحنا طول عمرنا مغاوري معانا فلوس. فلوسنا حلال ونعرفها ومعلمينها كمان يا همام. احنا ما تهمناش الفلوس قد ما تهمنا الخيانه. ورقده اخوي في المستشفى دي ثمنها غالي قوي، ولو ثبت ان الفلوس اللي معاكم دي فلوسنا هيكون الثمن كبير. كفايه غلط يا ناجي، الفلوس هشوفها بعينيك، واللي دفعها لي قدامكم اهو الخواجه السنيور. يا جماعه يا جماعه، الفلوس دي بتاعتي انا، اديتهم لهمام ثمن لبيت الست ام جميله، والعقد معايا اهو، بصمه عليه الست ام جميله وهمام ودياب وشوي. معناته ايه الكلام ده يا همام؟ معناته ان انا دفعت 1,000,000 جنيه لثمن بيت الست ام جميله بالارض اللي حواليه. والفلوس يا اخوانا؟ هاتها يا عمي، شوفها بنفسك يا سيناجي. فلوس اهي. الفلوس دي مش فلوسنا، دي فلوس نجسة، فلوسنا في عرق الناس وتراب الأرض. الحمد لله. يبقى عيب عليكم يا ناجي يا ما تتهمونا بالزور. فلوس هتطلع هتطلع، هتروح فين؟ هنقلب النجعة ونفتش بيت بيت لحد ما نطلعها، واللي هيعترض على التفتيش هيبقى هو الحرامي. كلام الرئيس ناجي تمام، اللي مش حرامي ليه يخاف؟ عشان خاطر السنيور انا هوافق، بس بشرط البيوت كلها تتفتش، لان اكيد اللي عمل العمله دي واحد من اهل النجا، عشان مفيش بيننا اغراب. ده عندك العيبه كبير البندريه، يبقى نتفق ونحط يدنا في يد بعض. انتوا تفتشوا بيوتنا واحنا نفتش بيوتكم، والبيت اللي هنلاقي فيه 2,000,000 جنيه يبقى هو الحرامي وينقتل مهما كان هو مين. نسأل الأول مين في بيته 2,000,000 جنيه غير الست أم جميلة. ريح نفسك يا خواجة وما تنحشرش بيننا، محدش كان طلب شرطة، احنا كلنا هنا أهل ونعرف مين فينا الغني ومين فينا الفقران. بالعادة ده أنا بقيت من أهل الناجع، لازم يبقى ليا رأي. أنت ضيف اللي جابك هنا، ولو طلعت منك عيبة هيدفع ثمنها همام والبندرية كلهم حسب عرفنا اللي انت ما تعرفوش. اقبلوا اهل النجع، خواجات اغراب يدخلوا بيوتنا وحرمنا ينكشفوا عليهم. لا اسلم فمك يا ناجي، مش عايزين اغراب تدخلوا وسطينا. يمين بالله لو غلطوا في حقنا غلطة واحدة لكن لامم اهل النجع كلهم وطربق البيوت اللي هم قاعدين فيها على دماغهم، هم واللي يدافع عنهم. أظن كلامي واضح وصريح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أنا عايز اهتمام شديد بالجناح ده، معظم وسائل الإعلام هيجوا يصوروا هنا. زيارة دكتور ديفيد كامون لمصر زيارة تاريخية، وأنا متأكد إنها هتتحول لمؤتمر علمي. معالي الدكتور وزير الصحة لما عرف بالخبر صمم يجي المستشفى عشان يقابل مستر ديفيد بنفسه، وده هيرفع اسم المستشفى لفوق. هو بس لو سيادتك سمحت لي، في اجهزه حديثه احنا محتاجينها في غرفه العمليات، والا دكتور ديفيد هيرفض والفرصه هتضيع مننا. جود ايديا، تعالى معايا بقى فرجني انت عايز ايه بالظبط. عن اذنك مستر منع. اتفضل يا دكتور. اتفضل. يلا يا جماعه خلوا الراجل يرتاح. ايه اللي بيحصل هنا يا ولدي؟ اللي يحصل يحصل يا ابوي، المهم تكون بخير. ونسمة اختك فين؟ راحت مع عمر تشتري شوية خلاجات ليك. يا خواجة بيني ما ماتش. غلطة يا ابوي غلطة، ما كنتش عارف ان واحد زي ده ممكن يلبس سترة واجية، كان لازم اقطع راسه زي التعبان. دلوقتي هو اللي هيقطع راسك.
عارف يا ابوي، ومش هتبقى راس انا لوحدي، هتبقى روس كتير. ارجع النجا يا ولدي، وهناك تبقى في حمانه. بس انا ما بقتش لوحدي يا ابوي. ابوي انا عايز اقول لك على حاجه. بس مش عايزك تزعل مني ولا تغضب عليا. انا عمري ما ازعل منك يا ولدي. اتجوزت فاطمة عشان ارضيك، لكن انا كان نفسي اعمل حياة جديدة هنا، حياة ما فيهاش مخدرات زي بقية خلق الله. ايه واحنا مش زي باقي الخلق؟ حاشا لله يا ابوي، ده انت سيد الناس، بس انت اللي علمتني ودلتني على طريق جديد وابواب كان لازم اتقدم وافتحها. وفتحت الابواب يا مناح؟ الحمد لله، انا اتجوزت بيت بنت ناس وزي القمر، وخلفت ولدين حسان وتوفيق. اتجوزت وخلفت من غير ابوك قدره؟ خفت اعمل لك مشاكل مع عم مغاوري وفاطمه وصغرك قدام اهل النجعه كلهم. وانا عمري ما قصرت مع فاطمه ولا مع بنتي. لكن قصرت في حق ابوك، وانا اللي عاتل همك انا وامك، انت عايش ومتهني. والله يا ابوي ما دكت الهنا في بعدي عنكم. ليه يا ولدي؟ ليه تعمل فينا كده؟ ده جزات عشان علمناك وربنا تحرمنا من الفرحه. شوف يا ابوي، دي صور عيالي، ده توفيق وده حسان، شبهك وشقي قوي ودماغه ناشفه. ليه القسوه دي كلها يا ابوي؟ قسوه؟ انت اللي قسوتك غلبت الحجر السوار. غصب عني يا ابوي، والله غصب عني. امك لو عرفت حتاجي تقعد هنا جنبي في السرير. ما تقلقش، انا اصلح كل حاجه. صلح ايه ولا ايه يا ولدي؟ روح روح لمرضك وولادك. سيبني سيبني يا ابوي. يا بقى تتفرطن سستر يا دكتور يا اخواننا اللي هناك. انا هربت مش خوف مني، لكن عجز، لاني مش طايل اللي قتل مرض. وهتهمل دم مرضك يروح حضرك ده؟ استني القانون ياخد لي حقي. نطلع القانون عاجز هو كمان، بيضهر مجهول. بس تحدي انت عارف واعترف لك بلسان. قلت في النيابة ان هو اعترف لي. سألني وكيل النيابة في شهود؟ قلت له لا. سألوه فأنكر وقال علي مخلول، وطلع من النيابة بزفة كأنه فوق القانون. وبعدها زاد في طغيانه أكتر وأكتر، لأن الحكومة ما قدرتش تعمل له حاجة. وانت عملت ايه؟ حطيت يدك على خدك زي الولاية؟ لا، حاولت أعمل بطل ورحت أخد حقي بيدي. اتكاتروا علي هو وعيلته، اتكسر عظمي وطلعت على المستشفى، وطلع منها بريدي كمان. اعتبروا إن أنا اللي بعتدي عليه وهو كان بيدافع عن نفسه. لا إله إلا الله، إيه الجبروت ده بس يا رب؟ تعرفي؟ كان ممكن أروح فيها السجن، منها الله يستر. اتدخل وعملنا محضر صلح، وتعهد لهم اني ما تعرضلوش تاني، وعرض علي اشتغل عندكم فقبلت. انت عملت اللي عليك يا ولد الناس، وما يقدر على القدره الا ربنا، وكل جوي عليه الاقوى منه. وانتوا ليه مش مدركين خطورة حالته؟ ليه بتجهدوه بالكلام والتفكير؟ هو اللي مش عايز يريح نفسه يا دكتور. انا هحاول احافظ على استقرار الحالة الصحية لوالدك بالمهدئات لغاية ما دكتور ديفيد يشوفه. والله يا دكتور انا خايف يكون الراجل ده اكذوبة. ليه بتقول كده؟ اذا كان مكتب الوزير جاله فاكس بالموضوع، وهو اللي امر بتجهيز المستشفى. دول كانوا عايزين ينقلوا ولدك بطائرة المستشفى في القاهرة،
لولا ان انا قلت لهم ان ده خطر على صحته. الكل بيعمل اللي عليه، ناقص انا اعمل اللي عليا. بقول لك يا مناع بيه، ممكن اسالك سؤال شخصي شويه؟ اؤمر. هو كل الاهتمام ده عشان خاطرك انت ولا عشان خاطر الحاج؟ لا، اصل ابوي ما معاهش الطاقه. ماشي يا مناع بيه، بعد اذنك. اتفضل يا دكتور، اتفضل. يا مناع، انت جيتوا؟ ابوي عامل ايه؟ الحمد لله بخير. وروني جبتوا ايه؟ جبت كل الخدمات اللي بتنزل، وحتى الشبشب جبت. شبشب يا ريته يقدر يمشي ان شاء الله. يلا يا عمر، نتوكل على الله ونبقى نيجي بعدين. لا، انا حاجز اوضه في لاكندا قريبه. لاكندا؟ نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. يلا. ها اسمع، خلي دول معاكي. حاضر. يمكن تحتاجي حاجه. حاضر. يلا يا عمر. مع السلامه. السلام. السلام يا نسمه. غلطان انك قلت لابوك في ظروفه دي انك متجوز. يا سيدي ما عارف اللوعر، قلت اقول له بالمره. قصر الكلام، انا هغيب 24 ساعه، عندي شويه مشاكل في الشغل لازم احلها. لو ما حلتهاش عمليه ابوي هتتعطل. قصدك مع الخواجه اللي جالك؟ امضي معاه عقد، هو اشترى تقديها عشان يعالج ابوي. ماشي يا مناع، انا هنا بدالك. اهو ده العشم برضك. كان عشم فيك اكبر يا صاحبي مع اللي قتل مرتي. مبقاش عقلك صغير كده وتشك في صاحبك. انا قاعد في مكتبك عرفت انك بتتعامل مع عائلته، بتبيع لهم مواشي وعلف وسماد. اصبر، تجيل جاي. قصدك انك مش صافي النية معاهم؟ شوف يا عمر، طالما انت اديت عمرك لعيلتي يبقى من حقك اكون انا عيلتك كلها. وقريب وان شاء الله هيجوك ويترجوا منك الرحمة، وقتها اهم لك تحكم الحكم اللي يرضيك. وده وعد من اخوك مناع. والله قلة قيمة، بقت بيوتنا تتفتش كيف الحرامية. خليهم يفتشوا براحتهم، لو قعدوا يفتشوا 100 سنة عمرهم ما هيلاقوا حاجة. عندك حق يا عمي، هيلاقوا حاجة كيف؟ بس 2 مليون جنيه مش حاجة هينة تتفات. أحسن حاجة عملتها يا همام إنك خليت رجالتنا يفتشوا بيوتهم زي ما هم بيفتشوا بيوتنا. بقديه أنت ردت لنا كرامتنا. لكن تفتكر يا عمي السرقة دي حصلت صح ولا فيها ملعوب؟ لا، حصلت عشان الجي حسان ما استحملش الصبر. طبعا يا ولد اخوي حصلت، بس اللي محيرني مين يكون عمل فيهم الفصل ده. اكيد حد عارف ان حسان شال الفلوس دي في بيته وعارف مكانها كمان. حتما حد من عنديهم. ومفيش حد من عيلته قاعد في الناجع وما بيروحش معاهم الارض غير مغاوري. مغاوري؟ صح، افارم عليك يا عمي. مغاوري مفلس وقلبه مليان غلة على اولاد عمه حسان وناجي، وندمان انه ما مشيش معاهم. يبقى نوصي اللي هيفتش بيته يفتح عينه ويدور زين. اما لو لقيوا الفلوس عندي صح، دي تبقى مجزره في عيلة حسان، وانا اول واحد هصمم انه ينقتل كيف ما حكم ناجي. معاك حق يا ولد اخوي، بكفايه ان كان هيوقع عيلتين في بعض زي ما عمل زمان سناري وعبادي، وانا اللي قتلتهم بيدي. لكن تفتكر هنختار مين يدور عنديهم ويكون واعي؟ اختك زينه قاعده وسطيهم وعارفه كل صغيره وكبيره عنيهم. زينه؟ زينة بعد ما زعطتها من هنا بقت منيهم. تنفعش يا عمي، دي مش بعيد لو لقيت الفلوس تدسها وتكتم عليها كمان. بقول لك يا همام، همل لي الموضوع ده يا ولد اخوي، وانا على ما يطلع النهار هكون دبرتها صح. وعلى ايه التدابير؟ لا لا يا ولد اخوي، دي محتاجة تدابير، ده موضوع واعر قوي. دبر حالك لوحديك.
أنا طالع أنام وأتمطع. تصبح على خير يا ولد أخوي. مالك يا نور؟ سرحانة في إيه يا حبيبتي؟ واضح إنك قلقانة على جوزك، لكن مجرد مكالمة واحدة هتطمنك. مدام قال لي إنه مسافر، يعني ما اتصلش بيه. هو لو في حاجة هيتصل بيه. أنا بصراحة شفتش كده في الدنيا. فيها إيه يعني لما تكلمي جوزك وتطمني عليه؟ وأديني جيت يا ستة عشان أطمنك بنفسي. سلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ما سمعت صوت العربية، أنت جيت من غيرها؟ أخذت القطر. العربية عطلت مني في جنة، وبصراحة خفت أخدها معايا أحسن تعملها في الطريق، فسبتها هناك. وإيه أخبار اللي كنت عنده؟ والله يا توفيق بيه الأخبار ما تصرش. شخص عزيز عليا جدا بيمر بظروف صحية صعبة. عنده جلطة في المخ. يا ساتر. وبندور على دكتور شاطر. بس أنا حاسس إن شاء الله ربنا حيكرمه ويسترها عليه. أكيد عزيز عليك، بالدليل إنك سبت المكتب والعملاء وجريت عليه. وهمل الدنيا كلها عشانه. ما تعودتش أنسى أفضل حد عليا. وبعدين يعني ما تستعجليش. أخذك معايا أنت والعيال المرة الجاية ونروح نزوره. ولما تشوفيه تعرف إنه إنسان طيب جدا ويستاهل كل خير. عزيز عليك لدرجة إنك هتودينا له في جنة عشان يشوفنا؟ وإنتوا كمان تشوفوه. بس أنا يعني بفكر أجل الحكاية دي شوية. لحد ما يقوم بالسلامة ويعدي منها على خير. ربنا يكرمه. تفتيش البيوت قلة قيمة وقلة حياة. عشان اللي داسس حاجة هيعمل حساب إن أهل بيته ما يعتروش فيها. ما بالك بالأغراب اللي هيجوا يفتشوا. كلامك صح يا مغاوري، لكن ما قدمناش حل غير التفتيش. لربما يعني اعترنا على الفلوس صدفة في أي بيت. أنا لو سارق حاجة ومش عايز حد يعتر فيها عمري ما دسها في بيتي. يبقى الجبل عندي واسع وأحط السريقة في بيتي عشان التهمة تثبت علي. عندك حق يا رئيس مغاوري. يبقى راجل عبيط اللي يعمل كده وكأنه بيقول تعالوا امسكوني. يبقى نرحم نفسنا من وجع القلب وكشف بيوتنا قدام البندرية. همام بطلع واعي لما اشترط ان عيلته تفتش بيوتنا كيف ما نفتش بيوتهم. وهنا لو وقفت التفتيش دلوقت ممكن يفتكروا اننا لقينا الفلوس وبنكتموا على الخبر. او الهام مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيلة حتما ولازما يكون في حمى كبير عيلة تاني. ومحيط ان همام كان برا النجع يبقى دياب عنده علم بالسرقة وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا ود عمي. واللي سرق لازم يخبي عملته خصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتقرص ويموت ليلة السرقة وياخد سره معاه في القبر وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي، واحلف على كتاب الله ان اللي عملها دياب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش يقعد نافع؟ ده كلام معقول ده؟ مش معقول. ليه؟ ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف أمره يتكشف ويتفضح. يا شغلانة يعني إنه يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره. أنا مغوري كأني كلامك حقيقة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. أيوة، عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسرقت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي، قالوا إنه متكفل بمرت نافع وعياله. بس إحنا فتشنا بيت همام وأنا بنفس اللي فتشته مع حميد ومعاطي، لكن ما لقيناش حاجة. يبقى كلام أبوك صح، ومحدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب، وهو اللي عارف مخفية وين. والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل. اسمعوا رجاله، احنا ما عايزينش حد يعرف باللي في نيتنا. احنا نكملوا تفتيش البيوت من سكان ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرب.
وانا حنط لهم كل يوم بحجه حق مرتي في ورث ابوها وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيله حسان، هو ده حسن التدبير. اتفضل يا مناع بيه، ده العقد اللي يضمن لك تبقى الوكيل الوحيد لانتاج السماد المعدل بعد نجاح الابحاث. ده غير ان احنا هندفع تعويض عن اي اضرار تحصل نتيجه الابحاث. ما شاء الله مبلغ كبير، دليل على الكرم. تحب تضيف اي بند يا مناع بيه؟ بند واحد، اعتراف مني بجميل الحزب اللي بنتمي له. عايز اقول ان الاتفاق اللي تم بينا تم تحت رعايه الحزب ورئيسه، مقابل نسبه مئويه تروح لاعمال الخير او للمصاريف الدعايه الانتخابيه. ده بقى اسمه كرم حقيقي يا مناع بيه، تتنازل عن جزء من ارباحك للحزب. انا ليا الشرف. تحب تكون كام النسبه؟ 5%. لا 20%. انت رجل عظيم يا مناع بيه، قمه في الذكاء والاخلاص للحزب بتاعك. انا كان اختياري صح من البدايه. اتفضل يا سيدي امضي ومضي الخراج. وادي اول شيك عربون من حساب المنظمه لحساب مناع بيه. تمام. بيدوب عربون بيه وبخصم بيدوب. امرك يا مناع بيه. وادي توقيعه. اتفضل. الف مبروك، الف مبروك. تمام. اتفضل يا فندم. اكده تقدر تروح المصنع بتاعي انت ورجالتك وهتلاقيه فاتح ابوابه. فاطمه انت فين يا بنتي؟ اتفضل يا ابوي انا اهو. قلت اجي اشوفك واسلم عليكي ما دام ما بتتوحشيش ابوكي. ده كلام يا ابوي، والله شغل البيت واخدني طول النهار. حاجك عليا ما تزعلش يا ابوي، انا هقوم اعمل لك شاي. اقعدي مش عايز شاي، اطلع العبي بره. حاضر يا جدي. مرتاحه في عيشتك يا بنتي؟ الحمد لله. ورازلك اللي بتشوفيه كل حين وفين؟ نعم يا بوي، انا اتعودت على كده، محدش بياخد اكتر من نصيبه. يا دي بالايام اللي يرضى بيها يا بنتي. والله ما يحصل ابدا، بقى انا اطرد من بيت ابوي عشان تجيب امك يا جميله وتقعديها مطرحي؟ والله ما يكون. صدق من قال خرج من داره وتقل مقداره. معاش ولا كان اللي يقل مقدارك ياما، ده انت مقامك على راسنا من فوق. وكفاياكي انك اغنى واحده في النجع. بفلوس الخواجات الزفره اللي بعت بيها بيتها. دوري على روحك يلي مالكيش بيت تبيعيه. ها البيت اللي بترمحي فيه ده بيت وبيت ابوي. ما تسكت مرتك يا شهير ولا اضربها قلمين يسكتوها للابد. هو ده اللي قدرت عليه يا عمي بدل ما تدافع عن حقي؟ ان حيت اتجوزت من برا العيله مالكيش حق عندينا. ليه؟ اتجوزت شهير بخطري ولا انتوا اللي غصبتوا علي؟ قلتوا لي اتجوزي، قلت حاضر. جازاتي تحرموني من ورث ابوي؟ ايه؟ عجبك طولت لسان مرتك وقله ادبها وفتح لك خشمك على الاخر. أنا واجب أجيب حق مرتي ولو في خشم الضبع. وطالما أنتم يا بندرية بعتم بيوتكم بفلوس كتير يبقى مرتي تاخد حقها 1,000,000 جنيه، تلت حق البدة. يا أبوي على غباوتك وحديتك العفش، 1,000,000 جنيه تلت البدة. أنت باوي يا ابن ما تفهمش. بيت إيه يا أبو مليون يا ولد مغاول؟ ده أكبر بيت في النجا، ما يسواش ربع مليون. أمال كيف بعتم بيتهم بجميلة 1,000,000 جنيه؟ ولا تكونوا دخلتوا فلوس عمي حسان المسروقه وسطيهم؟ قسما بالله العظيم لو تنيت الكلام تاني لطخك عيار. غور من هنا جاتك غاره، ونسوان مالكش نسوان عندينا. يلا غور مرتك هتفضل هنا. روح يا شاهين، بس انا مش ماشيه من هنا الا ما اخد حقي. مين دول؟ انتوا مين؟ احنا اهل المريض، دي بنته وانا مش مهم. شكرا يا سيدي. اتفضلوا اقعدوا تحت في الكافيتيريا وفي الاستراحه لحد ما تنتهي زياره معالي الوزير. علي الوزير ده ايه؟ احنا مستنيين الدكتور ديفيد. واحنا المفروض ان احنا نقوم بشغلنا ونخلي المكان، اتفضلوا بعد اذنكم. ارجوكم ساعدونا عشان الدكتور يقدر يكشف على الحاج حسان، اتفضلوا. يا دكتور انا قلبي واكلني على ابوي، ده انا عسال من صباحيه ربنا ولا الميتين. احنا اللي قاصدين كده لان الحركه الكتير مش كويسه عشانه. اتفضلوا لو سمحتوا وطمنوا. ابوكوا بين ايادي امينه. طب ايه؟ الله نسمع.
طالما ده في مصلحة أبوك يلا بينا. يا رب. اهدي يا نسمة واطمني. اللي هيعمل عملية لأبوك دكتور عالمي، الدنيا مقلوبة عشانه، كونه يجب نفسه عشان يعمل العملية، يعني تطمني. أنا عمري ما كنت أتمنى أشوف أبويا في الحالة دي. أنا قلبي وجعني عليه قوي. أبوك جامد وحمول وبيحب الدنيا، إن شاء الله يعدي الأزمة دي على خير. تعرف إيه اللي قلبني؟ أنا أبويا لو جرى له حاجة بعد الشر عنه، يعني بعد الشر الدنيا كلها تنقلب فوق راسنا. بعد الشر عنه. بشر خير يا نسمة. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، والله عال هي دي الأمانة اللي فوتها لك يا باشمهندس. ما تفهمنيش غلط يا عم ناجي، نسمة كانت بتبكي على أبوها وأنا كنت بطيب خطرها مش أكتر. مش وقت الحديد دلوك يا أخينا. اسمع يا بت، أخوك مناع والخواجة وصلوا، وأبوك بيجهزوا القط العمليات. ما أنا كنت معاهم يا عمي، والدكتور هو اللي قال لي أهمله معاهم. الدكتور قال لك تاجك تقعد هنا عشان تقعد تتسامري مع البشمهندس ويحط يده على يدك، مش كده؟ واي يا عمي. عن إذنك عم ناجي. ترى إيه يا عمي؟ يا خالتي عديلة ما قالت لكش إن البشمهندس عمر طلب يدي للجواز قبل حكاية السرقة دي ولا إيه؟ جاك بو. عمر، عمر رايح فين يا عمر؟ مش عارف اقول لك يا مناع، لكن قصروا، انا حاسس ان دوري مع اهلك وناسك انتهى لحد كده، واجب اعاود لاهلي هم اولويه. يا راجل اقعد. الكلام اللي بتقوله ده حد اسلك على طرف؟ ما عادش لزوم الحديد. انا مهما عشت وسطيكم فانا غريب، لا حق لا اتجوز منكم ولا اتحسب عليكم. مين قالك ده يا عمر؟ انت زي اخويا راجل. قول لعمك اللي شافني بطيب خاطر نسمع عدها علي عيبة، مع اني والله ما لمستها، انا بعملها كيف اختي. تحقول لي على اخلاقك يا عمر، انا عارفك ومعاشرك سنين. خلاص يا مناع، الظاهر عشرتنا تقطعت لحد هنا، والحمد لله هطلع من عندكم لمعايا الف ولا الفين، هطلع بخلقات اللي علي. يا راجل كفاك حديد ماسخ، وانا لولا بعتبرك زي اخوي كنت امنت لك تروح مع نسمة تجيب خلقات لابوي. بس أنا خنت الأمانة يا مناع، غصب عني مش بخاطري، ما طلعتش من عيبة، لكن غصب عني قلبي مال ناحية نسمة، وحسيت إني ممكن أكمل معاها حياتي في الحلال. لكن قبل ما أخطي خطوة واحدة عمك قال عني غريب. أنت قلت لها إنك عايزها؟ أيوة قلت لها، بس قلت لها عشان نعرف رأيها قبل ما نطلب يدها. كان الظاهر ان الظروف كلها ضدي، سواء كان عاي ابوك اكوني غريب عنكم. صعبت علي يا صاحبي، لو كنت قلت لي قبل ما تندب وتروح تلوش كنت شفت لك حل، لكن دلوقت كيف نسيبك تعيش وسطينا؟ انا عارف عشان كده اخترت الحل. وليه تختار الصعب؟ نخطبها لك. الظاهر عشان اتجوزت من برا العيلة نسيت عوايدكم في جواز الأغراض. انت ما بقيتش غريب يا عمر، انت خلاص بقيت واحد مننا. سيب الموضوع ده علي وانا هخلصه، ما تقلقش. جرية مناع، واقف تتسامر مع البشمهندس وكأنكم بتتفقوا على حاجة وعرة قوي. خلينا نتكلم بالعقل يا عمي، عمر حكالي على اللي حصل. ما تعدهاش يا مناع، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. عمر طلب يد نسمة مني وانا وافقت، ده بعد اذنك طبعا يا عمي. احنا ما نرميش لحمنا برا العيلة، فضها سيرة، احنا في جلة ولا شم ورد؟ نسمة اختي،
وانا اعرف مصلحتها زين. اختشاد ابوك لسه عايش وحسه في الدنيا. خلاص نروح نقول له وانا سامعك موافقته بودنك. لا يا مناع، ابوك مش حمل حديث ولا كلام بناقص. انا مع نسمه، الوقت مش مناسب. لا مناسب، ابوها تعبان صح، لكن يعرف زين مصلحة العيلة ومصلحة نسمة. تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله القرآن فيه الخير برضك. زيك يا ابوي، دكتور قال لي انها عمليه بسيطه قوي وحتقوم منها زي الفل ان شاء الله. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا ولدي. لله على السلامه يا نجي. الله يسلمك. انا بخير، كلنا بخير اخوي. المهم عندي سلامتك يا غادي. كلها دقائق يا ولدي، حبل بين يد الرحمن. كلنا بين يد ربنا يا ابوي، هو الرحمن. اقول لك ايه يا ابوي، كان عمر كلمني في موضوعك ده، هو طلب يد نسمه طبعا لما تقوم بالسلامه ان شاء الله. يعني خلاص هتطلعوا انتوا الاثنين برا العيله؟ مهم المصلحه يا ابوي، وكل فوله ولها كيان. اللي تشوفه اعمله يا ولدي. ربنا يخليك لينا يا ابوي، وتشيل عيالها وعيال عيالها وعيالي وعيال عيالي. هيجي اليوم اللي اشوفهم فيه يا ولدي. هتشوفهم ان شاء الله يا ابوي، هجيبهم لك لحد عندك، هتاخدهم في حضنك ويتنططوا على كتافك وهتفرح بهم جو جو جو. شوقتني ليهم يا ولدي. لا اله الا الله. ابوك ايه يا ابوي؟ هجيبهم لك. يلا انت بس وقف على رجليك وانا اجيبهم لك لحد عندك. ربنا يريح قلبك يا ولدي. ايه خلبط في الدماغ دي؟ تتكلموا عن مين بالظبط؟ عيال ايه؟ هم العيال هياجوا كده في غمضه عين؟ بعد اذنكم يا جماعه، هنعمل الحاجة عشان نتجهز للعمليه. هتطلع بالسلامه ان شاء الله. ربنا يستر.